السلام عليكم، كنشكركم على الاستضافة وعلى الدعوة. أنا عثمان البيض، ممثل مسرحي وتقني سينمائي، 32 سنة، ابن مدينة فاس. كانت البداية الأولى كانت غير بالصدفة، كنت التحقت بواحد الجمعية ديال المسرح اللي كان نوجه له التحية والشكر للمخرج الخمار المريني، كان ثق فيا وعطاني واحد الدور. كان أول عمل مسرحي هو العباسية، وشاركنا في عدة مهرجانات، وتم بدأت المسيرة ديالي لعدة أعمال مسرحية. الأعمال المسرحية اللي قمت بها كانت كيف قلت لك العباسية، كانت فهيمية، مسرحية نيرون، المرتجلة الجديدة للمؤلف الكبير محمد الكغاط، المتمردون، مسرحية ليليا عين اللي دابا مازال عندنا الجولة ديالها خارج الديار المغربية، توقفت بسبب الوباء ديال كورونا، وإن شاء الله غادي نكملوا بها العمل. ما عرفتش، انا ما عنديش الفكره ديال اليوتيوب اني نحط الاعمال ديالي فيها، حيت كنامن بشي حاجه اللي واقعيه اكثر. انا بين قوسين مازال ماشي مخرج مسرحي، هذاك واحد العمل اللي كانت اول تجربه ديالي هذا العام مع واحد الشباب من جمعيه اشبال الزهور المغربيه. كانت تجربة ديالي معهم بعمل مسرحي وفزت بجوج جوائز، ومازال ما نسميش راسي كمخرج، نخليها كتجربة وصافي. هو ما كاينش فرق بين السينما والمسرح، ولكن انا كي كنقولوا فاش نكونوا كنعشقوا شي حاجه بجوج كنخدموها، ولكن نفضل اكثر هي السينما، لان الافاق في الاشتغال و كاينه فيها بزاف. المسرح كنتمنى ان من المسؤولين انهم يزيدوا يرفعوا من الافاق ديالها بالنسبه ماديا ومعنويا. بزاف ديال الفنانين اللي اكثريه ماشي ما نعتبرهمش مظلومين، ولكن نعتبرهم مقهورين بزاف في الميدان المسرحي في المغرب وبصفه عامه في فاس. كيف انا قلت، كانت بدات التجربه ديالي في السينما في 2013. كان اول عمل كتقني هو فيلم حياه مع المخرج رؤوف الصباحي ومع سي محمد الكغاط المنتج. كانت بدات التجربه ديالي كتقني، وكملت انني نشتغل مع واحد الشركه الريفيه اللي هي سميتها يان برودكسيون، كيشتغلوا على الاعمال الامازيغيه لي سيت كوم وكذا. وكانت اول تجربه ديالي انهم تاقوا فيا وما خلونيش، عرفوني انا كممثل، ما خلاوش نبقى كمحدود في التقني، عطوني ادوار واخا انا فاسي ما يمكنليش نهضر باللهجه الامازيغيه، ولكن بالاصرار ديالهم انهم ساعدوني باش نتكلم بالامازيغيه، ولعبت تقريبا ثلاثه ديال الاعمال في التلفازه بالامازيغيه. هو انني نكمل في السينما ونكمل في لاطاج ديال لابروديكسيون، ونتمنى ان المسرح يكون في الاحسن. النصيحه ديالي ليهم انهم يقراو مزيان ويلتحقوا بالمعاهد، لان كاين بزاف المعاهد، حتى فاس راه تفتح معهد ديال المسرح، يلتحقوا بالمعاهد ويتقفوا مزيان ويخدموا، ما يخليوش الموهبه ديالهم عندهم مخبعه. انا ضد كيف قلت اليوتيوب، ما اكزاجيروش في اليوتيوب بزاف، يخرجوا داكشي للمدارس يقراوه باش يخرجوا اللي عندهم الجمهور.